أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بسم الله، قرأت هذه الآيات من سورة الرحمن لأتابع الموضوع الذي بدأته معكم منذ حلقتين أيها السادة الكرام، حول موضوع الفصل والوصل. وقلت فيما قلت إن البلاغة اختزلت عند بعضهم بمعرفة الوصل من الفصل، فهذه الآيات من سورة الرحمن جاءت دون ما عاطف. هل لاحظتم؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ومع ذلك فأنت تقرأها فتجد فيها هذا الرابط الآسر الذي يربط الأولى بالثانية والثانية بالثالثة والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة وهكذا. يقول أحدهم: اتساق عجيب وتعانق مذهل وانسياب رائع وجرس آسر. إيه وربي، جرس آسر. طالما تغنى المقرئون بسورة الرحمن، اسمعوا عبد الباسط يقرأها فيتغنى بها ويرتلها ويجودها أجمل التجويد، واسمعوا المنشاوي، واسمعوا مصطفى إسماعيل، اسمعوا هذه الأصوات كيف تغنت بهذه السورة على وجه الخصوص. وكل القرآن جميل والله آسر، لكن هذه السورة لها خصوصية، حتى إن بعض ما ورد في الأثر أن الرحمن عروس القرآن، جاء في الأثر الرحمن عروس القرآن. إذن اتساق عجيب وتعانق مذهل وانسياب رائع وجرس آسر. فالرحمن تتدفق من رحمته هذه النعم. السورة كلها أيها الإخوة إنما جاءت لتعدد الآلاء. ما الآلاء؟ الآلاء النعم التي أنعم بها الباري على خلقه من إنس وجن. وسورة الرحمن تعدد هذه الآلاء، تعدد الآلاء منذ خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن وقد قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان. لماذا؟ سيأتي ذلك. فالرحمن تتدفق من رحمته هذه النعم التي تعرضها السورة من أولها إلى آخرها. ودائما يتوقف هذا، يرد هذا السؤال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي بأي نعمة من نعم الباري جل وعلا أو قدرة من قدراته تكذبان؟ طبعا يا معشر الجن والإنس، لماذا تكذبان؟ لأن الخطاب هنا للكونين، للجن وللإنس. وقد تصدر القرآن كل هذه النعم. الرحمن علم القرآن مباشرة، فهو الأول بين النعم التي أنعم بها الباري على عباده سبحانه وتعالى. فقدمه على نعمة الخلق قبل خلق الإنسان. صور، لأن الإنسان إنما خلق ليتعلم ويهتدي، إشارة إلى أن الغاية الأعظم من وجودك أيها الإنسان هي العبادة، هي التعلم، هي العلم، لا مجرد الأكل والشرب والاستمتاع. نعم هذا كائن ولا بد منه، لكن هناك غايات أسمى، هناك سمو في الأهداف. لا تتبدى هذه الغايات إلا في الصوم، في هذه الأيام الطيبات
تتبدى الغايات، لأن الإنسان يترك الأكل والشرب وينصرف لما هو أسمى من هذه الغايات. إذن نعمة تعليم القرآن تتصدر النعم، ثم يأتي تتلوها نعمة البيان. أيضا ربنا جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظوا الهدف، وما خلقت هذا عند أهل البلاغة يسمى القصر، وليعودة إليه القصر أو الحصر. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن الهدف والغرض الأول هو العبادة، أن تتحقق بعبوديتك لله جل وعلا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم تلته نعمة البيان، نعمة البيان هذه التي يقوم برنامجنا عليها، سحر البيان، لأن البيان هو الذي نتواصل به، لأن البيان هو الذي نزل به القرآن، لأن البيان هو الذي أصل به إلى المعرفة. لولا البيان كيف أتعلم؟ كيف أصل إلى العلم؟ كيف أصل إلى المخترعات؟ كيف أصل؟ كل ذلك بالبيان، لأنه أداة المعرفة وأداة العلم وأداة القراءة وما إلى ذلك، وهي أجل ما أنعم الله به على خلقه من الإنس والجن، لأن بها قوام الهداية والعلم والمعرفة والتواصل. إذن الآيات مرة أخرى أقول جاءت دون مفاصل، وأريد هنا أن أحدثكم عن خبر ساقه ولعلي أنهي به هذه الحلقة. ساقه عبد القاهر الجرجاني شيخ البلاغيين في كتابه الجليل دلائل الإعجاز. ما الخبر؟ الخبر يقول إن بشار بن برد، تعرفوا بشار بن برد الشاعر الكفيف الأعمى الذي قيل إنه آخر القدماء وأول المحدثين، لأنه جاء في أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي، يعني توفي في 170-180 بعد 150. 150 هو الفاصل عند علماء العربية بين القدماء وبين المحدثين، بين ما يحتج به وبين ما لا يحتج به من كلام العرب. بشار بن برد شاعر فحل، وكان يأوي إليه خلف الأحمر والرواة هؤلاء الكبار يستمعون شعره، فاستمعوا مرة إلى قصيدة يقول فيها بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. فقال خلف بعد أن انتهى بشار من إنشادها هلا قلت بكرا صاحبي قبل الهجير بكرا فالنجاح في التبكير. قال لا، أردتها بدوية أعرابية. فقام خلف فقبل بين عينيه، قبل رأس بشار. لماذا؟ لأنه شعر أنه أراد الأفصح، أراد الأبلغ، أراد الأعلى. هو يستطيع أن يقول بكرا صاحبي قبل الهجير بكرا فالنجاح، فيربط ويعلل بوجود الفاء، هذه الفاء تعليلية هنا، لكن ما أراد ذلك، أراد أن يفصل، والفصل وحده يعلل ما قبله. بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك، يقول عبد القاهر إن هنا قامت مقام الفاء في تعليل ما قبلها. بكرا لماذا؟ إن ذاك النجاح في التبكير. ويعدد الإمام الجرجاني بعد ذلك أو يذكر ويستشهد بكثير من الآيات التي جاءت فيها إن رابطة ما قبلها من الكلام دون وجود الفاء أو غير الفاء من أدوات الربط على مبدأ الفصل للوصل.